سلاسل العادة خفيفة جدا بحيث لا يمكن الشعور بها، حتى تصبح ثقيلة جدا بحيث لا يمكن كسرها. وارن بافيت. هناك العديد من المواقف في الحياة اليومية حيث لا يحقق الناس أي مكاسب جوهرية بغض النظر عن مقدار العمل الذي يقومون به. العادات السيئة هي أعداء المرء، وهي خطيرة بشكل خاص لأنه يكاد يكون من المستحيل معرفة متى وكيف ستكلفك تقدمك. في معظم الأوقات كل ما تحتاجه هو إجراء تغييرات في عاداتك لرؤية تغييرات كبيرة في نموك وتطورك. سنعرض عليك اليوم عادة تقتل تقدمك، ولكن بعد هذا الفاصل من منصة باينانس. يمكنك دائما البدء في الاستثمار والمضاربة في العملة الرقمية عبر منصة باينانس العالمية. سجل مجانا عبر الرابط في صندوق الوصف وتمتع بميزات استثمارية رائعة. أولا، عدم وجود روتين. لتحديد عملك بشكل صحيح تحتاج إلى رؤية تقدم كبير في بعض الأحيان، وأحيانا يتعين عليك الرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل عندما تكون في المنزل تشاهد التلفاز، أو يتعين عليك حضور مكالمات جماعية أثناء إجازتك. لن تحرز تقدما كبيرا عندما يكون لديك حد غير واضح بين الراحة والعمل، سيجعلك ذلك تبذل جهدا مضاعفا لتجاوز اليوم. أفضل طريقة لمواجهة الحدود غير الواضحة هي إنشاء روتين والتمسك به. سيساعدك الروتين الجيد على التركيز بشكل أفضل على ما تفعله. يتضمن ذلك قضاء وقت لتمرين ووجبة إفطار جيدة والأنشطة اليومية المهمة الأخرى. ثانياً، السعي خلف الكمال. إذا كنت تكافح من أجل الكمال، فهناك فرصة أنك لا تضع كل ما في وسعك في كل ما تفعله. يمكن أن تجعلك الكمالية تتوقع معايير عارية غير عملية، من شأنها أن تعيق تقدمك، كما أنها تتعبك عقلياً وتضعك في مواقف لن تتمكن فيها من إنهاء مهامك، لأنك تريد أن تتقن القليل الذي تقوم به على أكمل وجه. الكمالية ستمنعك من قبول أخطائك وتعديل الخطط لتقوية نقاط ضعفك. ثالثاً، السهر وعدم الاكتفاء. معظم الأشخاص مذنبون في محاولة اللحاق بمسلسلهم المفضل أو تخصيص ساعات إضافية للعمل، وينتهي بهم الأمر إلى النوم في وقت متأخر. هذه ليست مشكلة عندما لا تحدث بشكل متكرر، ولكن عندما تفعل ذلك مرات كافية بحيث لا يحصل عقلك على قسط كاف من الراحة قبل اليوم التالي، فهذه طريقة جيدة للخروج عن روتينك الفعال وقتل تقدمك. أثبت العلماء أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يؤثر على تقوية الذاكرة والأداء المعرفي وقدرتك على التركيز. لذلك تذكر أن النوم هو أيضا جزء مهم من التحضير عندما تفكر في قضاء الليل في السهر. وفي هذا السياق وعبر الرابط في صندوق الوصف ننصحك بمشاهدة حلقة 7 استراتيجيات يقوم بها أصحاب العقول القوية بشكل مختلف. رابعا، تعدد المهام. يعد تعدد المهام من أكثر العادات السيئة شيوعا التي يمكن أن تصيبك وتقتل تقدمك. تؤدي هذه العادة السيئة إلى انخفاض الكفاءة وبطء المعالجة المعرفية والضغط على المدى الطويل. سيجعلك تعدد المهام أيضا تشعر أنك عامل مجتهد على الرغم من أنك تنتهي بالعديد من المهام غير المكتملة. أفضل طريقة لتجنب تعدد المهام وتخريب تقدمك هي تجميع المهام المتشابهة معا وإكمالها قبل الانتقال إلى جدول المهام التالي. خامساً، المبالغة في التخطيط لقوائم المهام المعقدة والطويلة. تعد قوائم المهام مهمة للإنتاجية، ولكن المبالغة فيها قد يقتل تقدمك. يعتاد العديد من الأشخاص على التخطيط لقائمة مهام تتضمن 10 المهام يومياً. بسبب الحماس المفرط قد يقضي المرء المزيد من الوقت في التخطيط وكتابة قائمة المهام بدلاً من مقدار الوقت الذي سيستغرقه تنفيذ المهام في حد ذاتها. لسوء الحظ في بعض الأحيان حتى بعد كتابة هذه القائمة الطويلة للغاية تجد نفسك مرتبكاً ومن غير المحتمل أن تكملها كلها.
كل هذا من شأنه أن يخفض من معنوياتك. تحتوي قائمة المهام المثلى على ما يقارب مهمة إلى 5 مهام مع مهام فرعية تتناسب معها. سادساً، التسويف. من طبيعة البشر أنهم غالباً ما يؤجلون المشاريع الكبيرة حتى اللحظة الأخيرة على الرغم من معرفتهم بمخاطر فعل ذلك. في معظم الأحيان ترتبط عادة المماطلة بأسباب متعددة مثل الخوف من النقد أو الفشل وقلة الاهتمام، على الرغم من أنك بعد المماطلة قد تنجح في إنهاء المهمة حتى في اللحظة الأخيرة، ولكنك ستجد أنك قمت بها بشكل عشوائي أو سينتهي بك الأمر بالتعب الشديد والقلق من كل الاندفاع والتوتر. سابعاً، عدم الانضباط. ستكون هناك أيام لا تشعر فيها بالرغبة في العمل. يحافظ الانضباط الذاتي على استمراريتك عندما لا يكون هناك دافع آخر لاتباع الروتين. من الأمثلة الجيدة على الانضباط الذاتي المذاكرة بشكل متكرر. يعلم الجميع أنه من المهم القراءة بشكل متكرر لفهم موضوع ما حقا، لكن قلة قليلة من الأشخاص يمكنهم فعل ذلك باستمرار، ليس لأنهم لا يريدون النجاح، ولكن لأنهم لا يملكون الانضباط الذاتي للمراجعة عندما لا يكونون في حالة مزاجية مناسبة. ثامناً، المقارنة. أن تكون قادراً على المنافسة أمر جيد، لكن مقارنة نموك بالآخرين هو الشيء الذي يمكن أن يفسد تقدمك. كل البشر مختلفون اختلافاً جوهرياً ولديهم طرقهم الفريدة في إنجاز الأمور. مقارنة نفسك بالآخرين يمكن أن يصرفك عن أهدافك وأنت تحاول تقليد منحنى نمو شخص آخر. لا تفكر في التنافس مع معلمك، لأن المقارنة غير الضرورية يمكن أن تؤدي أيضاً إلى منافسة غير صحية وتضعك في مواقف تفضل فيها أن تفشل لحفظ ماء الوجه بدلاً من طلب المساعدة. قد تشعر أيضاً بنقص الطاقة لأن مقارنة نفسك بمرشدك ليست فكرة جيدة على الإطلاق، لديهم خبرة ومعرفة أكثر مقارنة بك. تاسعاً، عدم التعلم من الأخطاء. الأخطاء ضرورية للنمو لأنها توفر لك خبرة عملية لأفضل الإجراءات التي يجب اتخاذها في مواقف معينة. أفضل شيء للناس هو قبول أخطائهم دون اختلاق الأعذار لتبريرها. عندما تختلق الأعذار فإن عقلك لا يربط الأسباب الصحيحة بموقفك، وأنت في خطر تكرار فعل شيء نفسه مرة أخرى. أسوأ خطأ يمكن أن ترتكبه هو عدم التعلم من أخطائك. عاشراً، التسرع. الاندفاع نحو شيء ما دون التفكير والتخطيط بعناية يمكن أن يكون قاتلاً لأي مشروع بغض النظر عن مدى بساطته. يجب أن تكون حريصاً على عدم إضاعة الوقت في التردد، ويجب عليك أيضاً التأكد من إجراء التحضير المناسب قبل البدء في أي مشروع. 11، التردد والشك في النفس. يمكن أن يكون التردد باهظ الثمن إذا ترك دون رادع، حيث أنه لديه القدرة على تدمير كل العمل الشاق والإعداد الذي تضعه في المشروع. من الطبيعي استعراض جميع الخيارات المتاحة المختلفة، ولكن يجب الانتباه إلى الوقت الذي تقضيه أيضاً. أثناء اتخاذ قرار صعب يقوم المرء بفرز جميع البيانات المتاحة ويوازن الإيجابية والسلبية في رأسه حتى تأكد من الإجراء اللازم اتخاذه. إنه يهدر في النهاية الكثير من قوة الإرادة والطاقة التي من الأفضل استثمارها في وظيفتك. اكتشف أيضاً عبر أوديولابي ولا تنسى الإعجاب والاشتراك. إلى اللقاء.